يوم ولادته ويوم رسالته ويوم هجرته ويوم دخوله إلى المدينة ويوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يوم الاثنين، متفق على أنه ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. لو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن شهر ربيع هذا من الأشهر التي ليس لها قيمة كبيرة عند العرب، ليس من الأشهر الحرم، وليس هو شهر صيام، وليس هو شهر عبادة، وليس هو شهر حج، وليس هو شهر عمرة، وليس هو شهر رمضان. شهر رمضان فيه الصيام، ويأتي رجب وهو من الأشهر الحرم، ويأتي شوال أيضا هذا داخل في أشهر الحج، ويأتي ذو القعدة من الأشهر الحرم، ويأتي ذو الحجة من الأشهر الحرم، ويأتي شهر المحرم من الأشهر الحرم. لماذا لم يولد صلوات الله وسلامه عليه في يوم من أعظم أيام التاريخ المشهورة المشهودة وهو يوم عاشوراء؟ هذا يوم تاريخي، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، اليوم الذي قيل فيما يقال من الأخبار أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي فيما يقال، اليوم الذي حصل فيه كذا، اليوم الذي نجى الله فيه كذا من الأنبياء، يوم تاريخي مشهود، ما ولد في يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم وفضله كبير وتاريخه مجيد، ما ولد في هذا اليوم، ولا ولد في يوم عرفة وهو يوم عظيم العرب يعرفونه، إبراهيم كان وقف فيه بعرفة ودعا الناس فيه إلى الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فلم يولد في يوم عرفة ويوم عظيم، ولم يولد في يوم عاشوراء وهو يوم عظيم، ولم يولد في شهر رجب وهو شهر حرام معروف عند العرب، يعرفون عظمته ويعرفون جلالته ويعرفون حرمته، ولم يولد في رمضان وهو شهر الصيام. نعم، ولو كان الصيام هذا ليس خاصا بالأمة المحمدية، لكن رمضان هو الذي هو خاص بالأمة، أما الصيام من حيث هو فإنه من العبادات المشروعة من قبل في الأمم السابقة، ليس خاصا بالأمة المحمدية، الخصوصية للأمة المحمدية في تعيين الصيام بأن يكون مرتبطا بما يسمى شهر رمضان. ولم يكن ميلاده في أشهر الحج، ولم يكن ميلاده في ذي القعدة شهر حرام، الشهر الذي كلم الله فيه موسى، الشهر الذي قال الله تعالى فيه وإذ وعدنا موسى 30 ليلة ثم بعد ذلك وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولم يكن ميلاده في العشر من ذي الحجة التي هي من الأيام المباركة العظيمة، ولم يكن ولادته في شهر المحرم، وإنما كان في شهر ربيع، شهر مجهول عند العرب لا يعرفونه، يعرفون أنه ربيع لكن ليس له فضل كبير وليس له تاريخ عظيم. لماذا؟ الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون فضل هذا النبي فضلا استقلاليا منفردا ليس تابعا لأحد، فلو ولد في عاشوراء لظن الظان أن فضل محمد صلى الله عليه وسلم لأجل عاشوراء، أو لو ولد في يوم عرفة لظن الظان أن فضل محمد صلى الله عليه وسلم لأجل يوم عرفة، أو لو ولد في عشر ذي الحجة لظن ظان أن فضله لأجل عشر ذي الحجة، أو لو ولد في شهر القعدة أو في شهر الحجة أو في شهر محرم أو في شهر رجب، لانسحبت أو لتوهم المتوهمون انسحاب فضيلة الزمن على حضرة المصطفى، لكن ولد في شهر ربيع ليكون فضله استقلاليا منفردا، فبذلك يصير هنا الشرف شرفا، يصير الشرف شرفا استقلاليا منفردا ليس تابعا لشرف سابق،
وهو ولادته في شهر الربيع الذي لا تعرف له منقبة ولا تعرف له مزية. أما الآن فمنقبته ومزيته هو وجود محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وهذه أعظم مزية. فصار الفضل المحمدي النبوي صار فضلا استقلاليا منفردا لميلاده صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر، فيكون حينئذ هو الذي ينسحب فضله على الزمن، لا الزمن الذي ينسحب فضله على محمد، بل محمد هو الذي ينسحب فضله على ذلك الزمن. كما قال بعض الأدباء: ما إن مدحت قصيدتي بمحمد لكن مدحت ما إن مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمد. يعني يقول لهم أنا ما مدحت محمدا بالقصيدة، وإنما أنا تشرفت بأن كنت إنما أنا تشرفت بأن كانت قصيدتي في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالممدوح هو قصيدتي وليس الممدوح هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ملحظ من الملاحظ الأديبة اللطيفة الظريفة التي ما يلاحظها إلا أهل الأذواق. هنا في عندنا شيء يسمى ذوق، هذا الذوق ما يتعلم في مدارس ولا يتعلم في كتب ولا يدرس في دواوين ولا يلقى في محاضرة. هذا الذوق لطف وأدب إنما يكون في قلب الإنسان ومعرفته بالأدب والذوق، والله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه شيء من الذوق والأدب تكون له الفائدة العظيمة والفضل الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. فمن هنا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما ولد في شهر ربيع، إنما ولد في شهر ربيع الأول ليكون فضله وشرفه منسحبا، ليكون فضله وشرفه منسحبا على الزمان، ولا يكون الزمان هو الذي فضله منسحبا على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان ميلاده في يوم الاثنين، كذلك كان ميلاده في يوم الاثنين، وهو يوم ليس بمعروف عند العرب. الجمعة معروف بفضل، يعني معروف الاثنين لكن ما هو معروف بفضل، وإنما المعروف عندهم الجمعة. الجمعة هذا يوم له فضل عند العرب يسموه يوم العروبة، وكان كعب جد الرسول يخطب فيه كما ذكر العلماء في نسب المصطفى. فيوم الجمعة يوم معروف لكن اختار، ويوم الأحد يوم معروف عند النصارى، ويوم السبت يوم معروف عند اليهود، لكن جاء في يوم الاثنين أيضا نفس القضية، ليكون فضله وشرفه هو الذي ينسحب على الزمن ولا يكون للزمن فضل عليه صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. الآية هكذا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن فضل هذا النبي الكريم في زمن ولادته، في شهر ولادته، في يوم ولادته فضل مستقل ذاتي منفرد أيضا، حتى يكون له الفضل الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان استقراره بالمدينة يثرب، وأيضا هذه فيها حكمة أخرى، حتى يكون أيضا المسجد النبوي وصاحب المسجد النبوي له مزية في استقلالية في القصد وفي الزيارة وفي الدخول إلى المسجد، وما يكون تابع للمسجد الحرام. هذا فضائل مستقلة متميزة لسيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.